طيب بما ان الاسره كانت داعمه، في نجمات انت ما كنتيش تعرفيهم وتواصلوا معاكي ودعموكي، ودي من الحاجات اللي عملت لك يعني روح معنويه عاليه. قولي لنا مين اكتر الناس اللي ما بتنسيهمش وممتنه جدا لسؤالهم او لمواقفهم معاكي؟ بصي دول يعني يا رب ما انساش حد، دول على راسي انا بجد مش عارفه، يعني خلوني احب الدنيا تاني من طريق. اولا مدام صفية العمل، او بنمس عليها وبنحييها. يعني بصي مدام نبيلة عبيد دي يعني الواجب كله. لطيفه، كلمتني ساعه ونص من دبي، لطيفة مدام جميلة. مادلين طبر، مدام لبلبة، ولبلبة جميلة. عارفه الهواء، عارفه الجيل ده بعد البوست بتاعك وميرفت امين كمان. ويتش بوست وميرفت ميرفت امين اللي هو بتاع عيد ميلادك ولا هو لا لا بعد التعب؟ ده بعد ما جيت من امريكا، بعد العمليه الكبيره اللي قالوا عليا مت فيها دي. يعني هم اللي لا يعني لقيت ان تليفوني بيرن وانا ما اعرفش مين فبرد، فلقيت اوبا مدام صفيه العمال، اوبا مدام ميرفت امين، اوبا مدام نبيله عبيد. انا ايه بقى؟ مش مره، لا مدام صفيه كانت بتكلمني كل يوم وعمري ما قابلتها، ما عمرنا ما اتقابلنا فيس تو فيس. دي دول الحاجات الناس الحلوه. لا دول عصر. طب عصر انا عايزه اسال حوريه، ايه اللي خلاك تكتبي البوست ده في عيد ميلادك؟ حسيتي بايه وانت بتكتبيه؟ حبيبتي مش انا اللي كتبت البوست ده، ده كان على صفحتك. ما صفحتي يا حبيبتي، صفحتي انا بقالي 4 سنين انا ماليش علاقه خالص باي سوشيال ميديا، انا حتى ما عنديش ايميل. بس الصفحه بتاعتي بتنزل صورك الجديده وبتنزل كل حاجه عنك. ما الحاجات دي موجوده على موجوده على النت كلها. طب انت عملت ايه يوم عيد ميلادك؟ ما تقفليها. اقفلها ازاي؟ ما هم واخدين الباسورد واخدين ال الغي. هلغي الملايين اللي على صفحتي دي؟ هرجع تاني من الزيرو؟ طب هم اللي واخدين، هم اللي بيتعاملوا. لا ما انا دلوقتي بقى لما انا اصلا مش ادمن، حتى انا مش عارفه ادخل ابص بيتقال ايه. يعني في بوست كتب يوم عيد ميلادك انك انت وحيده، خلى ناس كتير جدا يقول لك ايه؟ ايه ده؟ انا بقول لك انا عمري ما كتبت حاجه على الفيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه خالص بقالي 4 سنين لحد اللحظه دي. يعني انت بتقولي ان ده غير دقيق وان الكلام اللي اتقال ان انت كنت بتستعطفي الناس وان في ناس كتير بتحاول تهرب منك وانت رافضه القرب؟ اولا انا عرفت بالصدفه عن طريق اللي ماسكه الصحافه عندي الاستاذه شيماء، عرفت منها ان كان في حد كاتب على البيج ان انا بقول ان انا لوحدي وانا مش عارفه ايه وانا بحبكم ومحدش بيكلمني فالفنان الجميل اللي انا بعشقه عصام كاريكا، ولا يمكن انسى ان هو اول مره شفته ايام كلمني شكرا، هو اللي جه واتكلم معايا وكان جونتيز جدا وظريف جدا. فانا لقيته حتى هو بتقول لي شيماء ان هو بيرد على اللي كاتب، وقال انا زعلان من حريه اللي انا بكلمها ما بتردش. حريه انا هي ليه بتقول انها وحيده وما بتردش خالص؟ طب انا ارد ازاي يا جماعه؟ انا ما عنديش الصفحات دي، دي مش انا، مش انا اللي بكتب الكلام ده. بس دلوقتي الموضوع هيبقى قانوني بقى. طيب دلوقتي انا داخله قانوني. مش ملاحظه يعني. مش ملاحظه ان انت بتسيبي ناس كتير ياخدوا حقك وانت قاعده ساكته مش في الركن البعيد الهادي؟ طب اعمل ايه لما اقول له انا عايزه الصفحات بتاعتي؟ ليه الضعف؟ ادفعي لي 500,000 جنيه وانا اديك الصفحات. قولي لي طب ده اقول له ايه بقى؟